ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. النهارده فيديو جديد، وفيديو النهارده باسم وبفكره نداء متابعه القناه المميزه. هي طلبت مني فيديو نصايح للعلنيه الشخصيه للمتزوجات، هي لسه عروسه جديده، فعايزين نعرفها كده ونعرف البنات كتير ايه النظافه الشخصيه وايه مبادئ النظافه الشخصيه بعد الجواز، لان كلنا بعد الجواز بنحس كده انه احنا مش عارفين نبتدي منين بالظبط، مش عارفين نظبط ايه وما نظبطش ايه ونعمل ايه وما نعملش ايه. ففيديو النهارده انا قررت اقول لكم تفاصيل كتير قوي انا كنت بطبقها وتعلمتها وعرفتها، وحاجات انا يعني ظهرت لي في وقت اول فترة الجواز واول فترة كنت متلخبطة فيها. فان شاء الله الفيديو عجبكم النهاردة، ويلا بينا نخش طبعا الفيديو. اوعي تنسي تحطي لايك للفيديو. انا سارة ودي قناة سارة بلوجر. يلا احنا هنبدأ. اول حاجة بالشاور، لازم ناخد شاور يوميا، خاصة في الصيف لازم نشاور يوميا، اما لو في الشتاء ممكن يوم بعد يوم ممكن كده، وهنظبط حاجات تانية ممكن نظبطها اكتر، نقعد فترة الشاور اكتر من مثلا من يومين. ممكن نستحمى مثلا مرتين في الاسبوع، 3 مرات في الاسبوع بالكتير. فاهم حاجه الشاور، اهم حاجه الشاور، اهم شاور هو هناخده. الحاجات اللي جوه الشاور برضو مهمه قوي. دايما بقول للبنات وبنصح البنات وهما بيشتروا الجهاز بتاعهم يخلوا شاور ريحته مميزه وريحته حلوه، ولو ان يكون غالي مش مهم، يعني هو بيبقى قطعه واحده وبيستخدم في اوقات لطيفه. ودايما بقول عليه لازم تخلوا شاور مخصص ليله الدخله او شاور مخصص لاول فتره جواز، لانه بيفكركم وبيذكركم دايما بالفتره الحلوه اللي بتبقى في الاول لما بتحبوا تستخدموه بعد كده. فاهم حاجه في الشاور لون ريحه الشاور اللي بتاخدوه، بتبقى ريحته عامله ازاي، مبسوطين بيه ولا لا، وتبقى ريحته حلوه، لازم ريحته كده فواحه ولطيفه. كمان لازم وانت بتاخدي الشاور تعملي سكراب للاماكن الحساسه، سواء الاندر ارم او البيكيني، لازم سكرابنج للمكان دوت، خاصه قبل الشيفنج، لانه بيساعدك انه بيكون بيشيل الجلد الميت. فمهما لو انت لسه محطوطه الجلد الميت او لسه الشوائب بتبقى موجوده على الجلد، ده طبيعي، احنا جسمنا جسم بني ادمين. فهيحصل كالاتي، هيحصل ان كل ما تحطي ديودرانت وكل ما تحطي مزيل عرق كل ما الريحه تبقى اوحش، كل ما مش هيقعد معاكي اكتر ومش هيبقى معاكي فتره اطول، ولا هتحسي ان اكنك استحميتي. فلازم تشيلي الجلد الميت والشوائب بتبقى موجوده في الجلد عن طريق السكرابنج، فلازم تعملي سكرابنج جوه الشاور. يبقى كده ناخد شاور، نستحمى في شاور ريحته حلوه، ونعمل كمان سكرابنج. ازاله الشعر مهمه جدا جدا جدا، وعشان احنا بنبقى متصربعين اول فتره، دايما انا برشح لكم بقول لكم الشفره اهم حاجه في الفتره دي، واهم حاجه تستخدميها في الفتره دي هي الشفره. لازم يكون عندك شفره لجسمك وشفره للمنطقه الحساسه، ما تستخدميش الاثنين لمكان واحد، لانه بيبقى سمك الشعر مختلف، فانت لازم تخلي بالك جدا جدا من الموضوع ده. طيب ايه تاني المفروض نعمله؟ حاجتين مهمين للغايه، مهمين للغايه، وفي بنات كتيره جدا ما تعرفش عنها كتير، هو تنظيف الاذن ورا الاذن، وتنظيف السره، سره جسمنا البطننا. لازم المنطقتين دول يتنضفوا كويس جدا بعد كل شاور، والاذن لازم تتنضف تقريبا بعد كل صلاه، تمسحي بودنا كده، الميه تبقى موجوده بعد كل وضوء. فانت لازم تنضفي الاذن من ورا، الودان من ورا، والتجويفه بتاعت جوه الودان بيبقى فيها حاجات، وبيبقى فيها بتعمل روائح كريهه للجسم، خلي بالك. وكمان السره بتعمل اكتر مكان ممكن يعبي بكتيريا ويعبي روائح كريهه، ومهما تاخد شاور بمنتجات غاليه ومهما تعملي ومهما تسوي، تلاقي ان المكان ده دايما يطلع لك ريحه وحشه في جسمك. فلازم يتنضف كل شاور. هتنضفيه ازاي كل شاور؟ عادي، جسمك بيبقى مبلول كده كده، هتجيبي ودانه وهتعملي كده، هتطلعي بلاوي زرقاء كل مره تستحمي فيها، عادي جدا، احنا بني ادمين ولازم ده يحصل، محدش يتكسف ومحدش يقرف ومحدش يعمل اي حاجه. لازم تنضفي المكان ده، لان النظافه من ايمان، فلازم تنضفي الاماكن دي. اتفقنا؟ اتفقنا. يبقى كده ورا الاذن لازم تنضف كويس جدا، الصوره كويس جدا. لازم تعتني كويس قوي بعد جوازك بريحه شعرك، ريحه شعرك لازم تكون حلوه، وعشان تكون حلوه لازم تستخدمي شامبو وبلسم حلوين. لازم يكون الشامبو والبلسم بتوعك ريحتهم حلوه، علشان ده هيعود عليكي ان شعرك يبقى ريحته حلوه. كمان الكريم اللي بتسرحي بشعرك لازم يكون ريحته حلوه.
وانت بتيجي تغسلي فروه راسك بيبقى فيه فرشه كده طالعه جديد بتظبط كده فروه الراس كويس قوي، بتغسلها كويس وبتشيل كل الشوائب اللي بتبقى موجوده في فروه الراس والقشره والحاجات دي، خاصه لو عندك قشره خلي بالك لازم تعالجيها لان دي اكتر حاجه بتعمل روائح كريهه في الشعر. ولو شعرك او فروه راسك نوعها دهني لازم تستخدمي مره في الاسبوع على الاقل لو ما فيش قشره يعني الحمد لله، تستخدمي شامبو مخصص للقشره عشان ده هيعمل لك وقايه من القشره. خلي بالك شريحه الشعر مهمه جدا للزوج، لازم تخلي بالك لما يجي كده ياخدك زي بنته كده ويبوس راسك ويلاقي ريحه شعرك حلوه الدنيا هتتفتح في عينيه وهيبقى مبسوط وفرحان. اول ما يشم ريحه مش تمام، في رجاله بتغير ما تقدرش تتكلم بس ممكن تتضايق وتبان عليها، وفي ناس جريئه وممكن ممكن يجرحك بالكلام وانت مش قصدك وانت مش عارفه، ف نكون احنا راقبين عن نفسنا بدل ما حد يكون راقب علينا احسن، وناخد بالنا من العناية بنفسنا افضل. فخلي بالك زي ما قلت لك لازم تبقى ريحه شعرك حلوه وكويسه، وده ينطبق عليه 3 حاجات الشامبو والبلسم والكريم اللي بتستخدميه، فخدي بالك. طيب واحنا بناخد شاور لازم كمان نبص على كعب الرجل ونشوف كعب الرجل نظامه ايه، عايز يتعمل بالصنفرة او بالحجر بتاع الكعب الرجلين ولا لا. كعب الرجلين خدي بالك منه كويس قوي قوي قوي، دايما فترة الخطوبة وفي اي فترة في الدنيا قبل حتى ما تتخطبي دايما اقول لكم خلي بالكم ان يكون كعب رجليكم شكله حلو ومهندم وما يكونش متوسخ، ما يكونش فيه جلد ميت، لان هو على فكره البنات انتوا بتبانوا من كعب رجليكم ومن ضوافر ايديكم، يعني انت لو ضوافرك شكلها نظيف وكعب رجليك نظيف البنت دي نظيفه. ليه؟ لان انت بتهتمي بتفاصيل جسمك فانت تبقي نظيفه بجد، فانت ممكن تبقي نظيفه وكل حاجه بس انت ناسيه او ما خدتيش بالك، فلازم تاخدي بالك كويس قوي. كعب الرجلين لازم يتعمل كل شاور ولازم يتحط فيه كعب الغزال كده الاحمر الجامد ده، او تحطي فيه المرطب وتلبسي شرابك الكيوت وكان الله بالسر عليهم، ولكن هيبقى نظيف وكمان مترطب. على سيرة الضوافر بقى يا بنات خلي بالكم من ضوافركم، لو انتوا هتطوروا ضوافركم لازم تنضفوها باستمرار، لو مش هتطوروا ضوافركم خلاص خلوها متوسطه وخلوها برضو نظيفه، لازم تبقى شكل ايديك نظيف عشان في ناس بتقرف جدا لو شكل ايديك مش نظيف من الاكل اللي انت بتعمليه، فخلي بالك لازم يكون ضوافرك شكلها نظيف. ريحه الفم من اهم 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 الحاجات اللي دايما بنصح بيها البنات، لازم ريحه فمك تكون حلوه. لو انت عندك مشاكل في سنانك يا ريت تعالجيها، لو انت عندك مشاكل في بطنك يا ريت برضه تعالجيها لانها بتعمل روائح كريهه. لو الدنيا تمام او كده او كده، في معتر للفم كده عبوه بس مش موجوده معايا دلوقتي، بتبقى موجوده في ماي، موجوده في محلات كتير وموجوده في انواع كتيره في صيدليات، تقدري تشتريها وتحطيها تحت المخده كده اول ما تصحي من النوم بختين وتتغيري تتكلمي مع جوزك عادي ووشكم في وش بعض عادي طالما ريحه فمك حلوه، تكلمي وخليكي واثقه من نفسك وتجرأي. لكن ريحه الفم مش قد كده لا، حاولي تتفادي الكلام مع جوزك اول ما تصحي لو في ريحه فمك مش حلوه. صدقيني بيعمل حاجز كبير، والله هي حاجه صغيره بس بيعمل حاجز كبير. انا اهو كبني ادمه انا لو اي حد مش شرط جوزي اي حد ريحه فمه مش حلوه انا بتلاشى الكلام معاه والله العظيم، يعني انا دايما بحق اللي هو ايه مستوى خفيفه كده منكم، مستوى خفيفه منكم انه عشان ريحه وحشه من الفم تبقى ريحه مش لطيفه، فخلي بالك انك ريحه فمك تكون كويسه زي ما قلت لك كده. البخاخه الحلوه دي الحلبان كده الشكل بتاع تحت المخده في درج كومودينو عند الانتريه في المطبخ في الحمام لازم تنطوري البيت لبان شكل، دايما بقول النصيحه دي حتى لاصحابي والله العظيم دايما اقول لهم لصحابي يا جماعه خلي بالكم من التشيكلس خلي بالكم مش عارف ايه. صاحبتي لسه متجوزه قريب مش عارفه هي عملت كده ولا نسيت بس اكيد كل عروسه هتنسى وهيسها عليها، فروحت جبت لها البان تشيكلس واديتها لصاحبتي الثانيه اللي هي مرات اخوها علشان تحط لها بالظبط بسرعه في الشقه وهي طالعه او تديها لها في ايديها وهي تتصرف. ف اللي باين التشيكلس مهم او الروائح رائحه الفم في اول فتره جواز بتديكي ثقه بنفسك وبتخليه هو كمان مقبل انه يتكلم معاكي ومقبل عليكي وما بيخافش من ظهور الريحه او اي حاجه.
بمناسبة بقى الريحة والروائح الحلوة، بعد ما نخش وناخد شاور لازم تدهني جسمك بمرطب كويس، وكمان يكون في مرطب عندك بريحة برفيوم. لازم تحطي مرطب له ريحة على جسمك لو طبعا ما عندكش اي مشاكل، لان دوت بيخلي ريحة الهدوم حلوة، بيخلي اي حاجة منك ريحتها حلوة قوي. فخلي بالك من النقطة دي كويس قوي. تغيير الاندر يوميا مهم جدا جدا، واتكلمت عنه قبل كده في فيديوهات كتير. كمان انك تحطي برفيوم، لازم تخلي نوع برفيوم لكل وقت، يعني نوع صباحي نوع مسائي نوع في الوقت الخاص بتاعنا وهكذا. مزيل عرق مهم جدا جدا جدا، يستخدم بعد الشاور. لازم تستخدمي المزيل العرق، اوعي تنسيه ابدا، ومسحتيه على طول حطيه. فبس كده، خدوا بالكم من الحاجات دي كلها. يا رب تكون النصيحه عجبتكم، وتكون يعني ده استفدتي من الفيديو دوت، وكل البنات اللي شافوه استفادوا منه. اوعوا تنسوا تحطي لايك تحت الفيديو، وتكتبي لي كومنتات، واي بنوته بعد كده تكتب لي فكره فيديو وهقدر اعمله، هعمله باسمها وهذكر اسمها في اول الفيديو ان شاء الله. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديوهات تانية كتير قوي. استنوني، اوعوا تنسوني، وبحبكم جدا جدا. باي باي.